تسمى باسم المجاهد محمد زروال. والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر والسلام عليكم. والصلاة والسلام على طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هذه نبذة تاريخية عن حياة المجاهد محمد زروالي رحمه الله ورحم شهداءنا الأبرار. ولد المجاهد محمد زروالي رحمه الله في 6 مارس 1921. نشأ في أسرة محافظة تتكون من 6 أولاد و5 بنات. باشر دراسته في المدرسة الفرنسية إضافة إلى تعلم العربية وحفظ القرآن الكريم في الزاوية، مما مكنه من اكتساب فصاحة لغوية مزدوجة. وبواسطة لسان صحيفة الأمة وعن طريق أخيه الكبير مولود زروالي الذي كان مناضلاً آنذاك في حركة نجم شمال أفريقيا، أبلغت الرسالة الوطنية إلى الشاب محمد زروالي. وأول احتكاك للشاب محمد مع نظام الحزب كان بمناسبة المهرجان الذي نظمه هذا الأخير في دلس برئاسة الزعيم المناضل من صالح الحاج برفقة الأستاذ وفدي زكريا وحسين الأحول. كلمة ألقاها من صالح الحاج خلال المهرجان جاء فيها على الخصوص: إن الحق يؤخذ ولا يعطى، وأن الطريق محفوف بالأشواك والمخاطر، لكن مرارة هذه المتاعب سوف تتحول إلى عسل في نهاية المطار. كانت لهذه الكلمات الأثر العميق في نفسية شاب في 16 من عمره، مما جعل محمد ينخرط مباشرة في الحزب، وكان ذلك في صائفة سنة 1937 للميلاد. في مطلع الأربعينات عين محمد زروالي ليصبح مسؤولاً عن منطقة القبائل بمساعدة علي حاليك وعدد من مسؤولي القسمات أمثال سي محمد وشيش بدرع الميزان، بايلات بتيزي وزو، باللقاط بعزازقا، والعمارة مسعود من مشلي. وبفضل هؤلاء الرجال أصبحت منطقة جرجرة حلقة وطنية محكمة. وكان محمد زروالي على اتصال دائم مع اللجنة المركزية في الجزائر العاصمة، والتي كان على رأسها المناضل أحمد بودا. في أبريل سنة 1945 كان محمد زروالي من بين المنظمين المظاهرات الفاتح ماي 1945، رفقة جماعة من القياديين أمثال محمود عبدون وحسين عسلة وعبد الله فيلالي. وقام محمد زروالي بعملية استقدام مجموعة من الشباب، منهم من كان من الحركة الطلابية لمدرسة بن عكنون، حيث غرس فيهم الروح الوطنية وأسس التنظيم، ومنهم حسين عيد حمد شيبان وعمر بوداود ومحمد سعيد معزوزي وعمار ولد حمودة. صمد زروالي في الجبال حوالي 6 أشهر، حيث قام هو ورفاقه بعدة عمليات، من أبرزها محاولة اغتيال البشاغة عيد علي، لكن الاحتلال الفرنسي قام بجمع جميع قواته التي كانت في الجزائر، واستنجد بطابور المغاربة، وتوجهت الترسانات العسكرية الهائلة إلى هذه المنطقة للقضاء على ثورة زروالي ورفاقه. وبالفعل هذا ما حدث يوم 17 أكتوبر 1945، وذلك بعد خيانة وقعت وسط بعض المناضلين الذين قاموا بالقبض على قائدهم وإهدائه إلى السلطات الاحتلال الفرنسي الذي وعدهم بامتيازات ومناصب آنذاك. بعد القبض على زروالي ورفاقه، قامت إدارة الاحتلال بمساءلتهم وتعذيبهم من طرف العميد أوشاغي، وذلك إلى غاية 12 نوفمبر 1945. حكم على زروالي بسجن إلى غاية فجر الاستقلال، حيث بدأت رحلته القاسية بسجن باب الواد، حيث مر عليه عفو صائفة 46 مرور الكرام لأنه متهم بحمل السلاح في وجه إدارة الاحتلال، وهو جرم ما بعده جرم. ثم نقل إلى سجن تيزي وزو، ثم بعدها إلى بربروس.
في منتصف 1951 نقل زروالي إلى سجن البليدة، حيث التقى بسجناء قضية المنظمة الخاصة، وكان يتقاسم الزنزان مع أحمد بن فلة رحمهم الله جميعا. وهناك تم التخطيط للهروب، حيث اتفقوا أن يفر 5 أفراد من جماعة بن فلة و5 أفراد من جماعة زروالي. وقبيل تنفيذ المخطط نصح زروالي لكي يذهب إلى المصحة لكي يستعيد عافيته ويكون جاهزا يوم الهروب. وما أن دخل زروالي العيادة إلى أن سمع خبر هروب بن فلة. في فبراير سنة 1952 تمت محاكمة زروالي ورفاقه، حيث كان حظ هذا الأخير حكما بالأعمال الشاقة المؤبدة، وذلك بعد ما يقارب 20 يوما من المحاكمة. تخللت هذه المحاكمة اضطرابات كبيرة في مدينة البليدة، خرج فيها الشباب في مظاهرات مساندة للسجين ويقولون بأعلى صوت: لبي غير زروالي. وكان نصيبهم الذين ألقي عليهم القبض محاكمتهم ب3 أشهر سجن أمثال المناظر صافي بوديسا. وفي نوفمبر سنة 1952 نقل زروالي إلى فرنسا في رحلة جديدة من جهاد السجون، انطلاقا من سجن لاسونتي الشهير بباريس، ثم لافونتين بلو، ثم أجون في الجنوب الفرنسي، حيث مكث به 6 أشهر ليغادر بعدها إلى سجن تولوز، ثم إلى سجن مرسيليا، ثم انتقل إلى سجن مونبوليي، وأعيد إلى مرسيليا، ثم إلى سجن لاتوران الرهيب ومشدد الحراسة، وأخيراً إلى سجن فخون. وكل هذه الانتقالات كانت بسبب الإضرابات التي كان يشنها محمد عن الطعام، والتي كانت تفوق في بعض الأحيان 40 يوماً، وذلك للحصول على حقه في المعاملة كسجين سياسي، وعلى اكتساب حق مواطنيه في الحصول على استقلال بلدهم الجزائر. واستمرت معركة محمد زروالي رحمه الله مع الجلاديه على هذا النحو إلى غاية وقف إطلاق النار في مارس سنة 1962. رحم الله المجاهد والمجد والخلود لشهداء الأبرار، وعاشت الجزائر حرة مستقلة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.